بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو دوت ليكتشر 12 انا هشرح كده حاجة معينة اللي هي البروسيسور ستيتس. البروسيسور بيبقى فيه مجموعة ستيتس بيت بنجمعها في ريجستر اسمه PSR بروسيسور ستيتس ريجستر. الموضوع بسيط خالص. البروسيسور ستيتس ريجستر دوت مكون من 4 بيت، الكاري والساين والزيرو والاوفرفلو. الكاري بتبقى انت بون if the carry out of the ALU، يعني بعد ما اعمل ALU لو الكاري اوت اخر كاري اوت كان بون بعمل له سيت بون. اس هي الساين اوف ذا موست سيجنيفيكانت بيت اوف ذا ALU اوتبوت، هي اخر بيت في ال ALU ايه اوتبوت. الزيرو بتبقى امتى بون؟ لما يبقى الاوتبوت كله بصفر. الاوفر فلو بتبقى بتست 1 اف ذير از اوفر فلو. ولو تاخدوا بالكم ان الاوفر فلو بيبقى ما بين حاجتين، بيبقى اكزور عبارة عن اكزور ما بين التي اوت، اوكي اخر سي اوت طالع، والتي اوت الكاري اوت بتاع العملية اللي قبلها، بعملهم اكزور مع بعض وهو دوت الاوفر فلو بتاعي. اوكي هقولها تاني، هو عبارة عن اكس اور، والاكس اور على فكرة لو تفتكروا معناه ايه، صفر وصفر يديني كام؟ برافو صفر. ها صفر واحد يديني ايه؟ واحد. واحد واحد يديني ايه؟ صفر. واحد وصفر يديني ايه؟ يديني واحد. يبقى هو الاكزور ببساطة لو هما مختلفين بيطلع واحد، لو هما متشابهين بيطلع ايه؟ بيطلع صفر. اوكي طب تعالوا نشوف مسألة على الكلام دوت. فالشيت 11 اكسرسايز 13، هنا بيقول لي هنعمل شوية operation. هنجمع add immediate operand C6 to R، فهيجمع two operand بالvalues ديت. فانت بتعمل جمع عادي خالص، طبعا hexadecimal، ال values hexadecimal، فجمع C6 to R. اوكي وال R دوت كان فيه 72 فهحولهم ل binary وجمع binary. هناخد بيت بيت كده نشوف موقفها ايه من الاعراب. اوكي عشان ما ننساش ال C هي ال carry out set to 1 if the carry out of the ALU is 1. carry out ده اخر حاجة بتطلع، اخر operation يعني. وال S اللي هي ال most significant bit، وال Z لو كلهم ب 0 هطلع 1، وال overflow زي ما قلنا عبارة ما بين اخر 2 T out. طيب تعالوا نرجع كده للسؤال. اول حاجة ال sign bit، اخر بيت عندي بكام؟ بصفر، فهنا بحط 0. اوكي تعالوا نجمع كده ونشوف الكاري. صفر بلس صفر بصفر، واحد واحد صفر معايا الواحد، واحد واحد صفر معايا الواحد، كده واحد بينزل، واحد بينزل كده، واحد واحد صفر معايا الواحد، واحد واحد هنا هيديني صفر معايا كاري اوت واحد زيادة عن عدده، فعشان كده الكاري بون. الزد بزيرو ليه؟ عشان مفيش، مش كلهم بزيرو، لما يبقوا كلهم بزيرو بطلع ايه؟ ون. اوكي طيب تعالوا نشوف الفي اللي هي الاوفر فلو. الاوفر فلو انا اخر كاري اوت عندي طلع بواحد، تعالوا نشوف الكاري اوت في العملية اللي قبلها طلع بكام. كان واحد بلس واحد صفر معايا الواحد، كان برضو بواحد. اوكي يبقى الاتنين يبقى العملية اللي قبلها، الخطوة اللي قبلها طلعت كاري اوت بواحد، واخر اوبريشن طلعت كاري اوت بواحد، يبقى عندي واحدين. فساعتها لما احنا قلنا الاكزور لما يكونوا شبه بعض يطلع صفر، عشان كده الفي طلع بصفر. تعالوا ناخد اوبريشن تانية. اوكي هنا بيعمل عملية، العملية ديت عملية سبتراكشن، فبيحول التوز كومبلمنت، وبعد كده دي اللي هي السي، بس البي بي اد برضو. تعال ناخد الاول البي بي اد. اول حاجة الاخر كاري عندي صفر بلس صفر، عندي هنا صفر بلس صفر بصفر، واحد بلس واحد صفر معايا الواحد، ويفضل يجمع واحد بلس تلات وحيد يديني واحد ومعايا الواحد، واحد بلس واحد صفر ومعايا الواحد، واحد بلس واحد صفر ومعايا الواحد، والواحد نزل مفيش كاري اوت، يبقى كاري اوت بصفر. الساين بيت هنا اخر بيت بواحد، زد بزيرو لان مش كلهم بصفار. تعال نشوف الفي دي ازاي حسبها. اوكي اخر كاري اوت عندي بكام؟ بصفر. اوكي طب الكاري اوت بتاع الخطوه اللي قبلها، الخطوه اللي قبلها هو كان مزود واحد هنا، فقال واحد واحد صفر ومعايا الواحد، فاخر الكاري اوت اللي قبل الاخير كان بكام؟ بواحد، لكن اخر كاري اوت بصفر، مختلفين يبقى بطلع ايه؟ واحد. اوكي قلنا لو مختلفين بنطلع واحد الاكزور، لو متشابهين بنطلع صفر. طيب وهكذا تقدروا تشوفوا بقية الحاجات.
اخر واحده طبعا كلهم طلعوا بصفار، ما شاء الله الزد طلعت بواحد، فده الانجاز عملته الزد ان واحد وكله صفار، فتقدروا تعملوا بقيه الاوبريشن، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.